ونبارك لجميع الفائزين في منافسات فئة اللقايا ضمن مهرجان ولي العهد للهجن، كما ندعو الفائزين في أشواط الكؤوس لفئة اللقايا لاستلام التتويج من يد صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارلمبية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للهجن، الحاصل على رمز اللقايا بكار المفتوح كان مع خطيرة لمالكها سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، يستلم الكأس المشرف العام على هجن سموه لاهوم بن فيصل بن شريم. كما يستلم كأس المضمر محمد بن عبد الله بن شريم. الحاصل على رمز اللقايا القعدان للشوط المفتوح كان مع منسوج لمالكه هجن الشاحنية، ويستلم الكأس المدير التنفيذي لهجن الشاحنية الأستاذ صالح بن ناصر العيدة. كما يستلم كأس المضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية. رمز اللقايا البكار عام كان مع سحاب لمالكها علي بن سعيد بن سالم الزرعي. يستلم كأس المضمر مبارك بن سعيد الزرعي. سيف سلمان. رمز اللقايا القعدان للشوط العام كان مع مرعب لمالكه عاطف بن عطية بن حسن القرشي، يستلم الكأس تركي بن سيف العتيبي. كما يستلم كأس المضمر راشد بن سعيد بن علي المري. ختاما يا صاحب السمو، نشكر لكم تتويج الفائزين في كؤوس اللقايا في مهرجان ولي العهد للهجن، إلى أن نلقاكم في أشواط الجذاء بإذن الله.